صارت حركة احتجاجية أو وقفة احتجاجية قدام المجلس التأسيسي، والمضمون متاعها هو مشروع قرار يقضي بتعويض مساجين السياسيين. في المجلس التأسيسي شنو هو صاير فيما يتعلق بالتعويض للمساجين السياسيين؟ هل فما اقتراح؟ هل تم اقتراح المشروع القرار هذا؟ مع الفمانية المصادقة عليه؟ كان تحكينا بأكثر تفاصيل. والله هو في اللجنة متاع العفو التشريع العام والشهداء والجرحى تطرقنا الموضوع هذا، وبالدرجة الأولى تطرقنا لمسألة التعويضات، ولكن احنا لجنة استشارية بالدرجة الأولى وليست لجنة معناتها تشريعية بيتم معنى الكلمة، وبالتالي فإنه المقترحات متاعنا تأخذ بعين الاعتبار. اللجنة هذه تداولت في مسألة التعويضات، ومسألة التعويضات للشهداء وعائلات الشهداء والجرحى، ومسألة التعويضات كذلك للعائلات والمساجين السياسيين في الفترة الفارطة. المسألة وقفت غادي دون الخوض في مقدار التعويضات هذه، قديش كل واحد بشيخه، وبالتالي فانه ما تخليش، ولكن نصصنا لانه لابد انه العائلات هذه تعوض كباقي العائلات اللي ظلمت وتحرمت في عهد بن علي، ولكن كيفيه التعويض هذه ما تطرقنالوش. من بعد تركنا يلزمنا نلقاو حلول عمليه، لانه الوضع في البلاد ما يستحملش، معناتها الوضع في البلاد وضع صعيب، وضع دقيق، الوضع الاقتصادي، وضع اجتماعي، معناتها البلاد كازده، وبالتالي فانه لابد من ايجاد حلول اخرى لتعويض المساجين السياسيين ولتعويض العائلات نتاعهم. اقترحت انا، كنت والله المقترح هذا متمسك به الى بعد درجه، قلنا بعد المصادقه على قانون الوظيفه العموميه بتشغيل 25,000 ويكونوا من المتمتعين بالعفو التشريع العام او من عائلاتهم، انه نضيفوا على هذا، لانه هذا غير كافي. وكنا راهو نطالبوا انه نسنوا قانون للمؤسسات الخاصه اللي تنتدب فيها متمتعين بالعفو التشريع العام، تتمتع فيها بامتيازات جبائيه وامتيازات بعض المسائل الاجتماعية، امتيازات لتشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب كل متمتع بالعفو التشريع العام أو حتى من أبناء المتمتعين بالعفو التشريع العام. هذه مسألة على غاية من الأهمية، وبالتالي فإنه لابد من إيجاد حل لها. المسألة الثانية الأخرى، أنه قلنا راهو الوضع اليوم في البلاد ما يتحملش أن ناخذوا من ميزانية الدولة اللي حسب رأيي أنا 1,000 مليار، هذه 1,000 مليار ينجموا يمشيوا للماء، ينجموا يمشيوا للضوء، ينجموا يمشيوا للكياسات بتاع التوانسة اللي باش تشغل التوانسة، وبالتالي فإنه نخلقوا حركية جديدة في البلاد، نعاونوا المناطق المحرومة اللي قاعدين نراو فيها اليوم الماء ما عندهاش، اليوم الضوء ما عندهاش. والتعويضات ممكن تجي في مرحلة سابقة، في مرحلة لاحقة، لأنه في مسألة العدالة الانتقالية احنا نقولوا راهو المسألة بتاع التعويضات هذه تجي في إطار شامل، في إطار مشروع العدالة الانتقالية، واحنا بالاستشارة مع الخبراء اللي أشرفوا على عمليات العدالة الانتقالية في بلدان كأفريقيا الجنوبية أو بعض أمريكا، البلدان أمريكا اللاتينية، يقولوا لي راهو مسألة التعويضات هي آخر مسألة. مسألة التعويضات راهو مسألة حساسة للغاية، خاطر ممكن تخلق مشكلة اليوم في البلاد، ممكن تخلق انقسام في البلاد، لأنك باش تعوض الطرف على حساب طرف آخر، لأنه يقول لك هي الثورات قامت من أجل حرمان اقتصادي وحرمان اجتماعي ومن أجل العمل ومن أجل الكرامة، فإنك تجي بعد الثورة هذيك تعطي الفئة معينة تعطيها تعويض، والفئة معظم الفئة الأخرى ماهيش باش تتمتع بالتعويض، فإنه ممكن تخلق حساسية كبيرة في البلاد هذيك، وممكن تنعكس بصفة سلبية على المسار الثوري في البلاد، ممكن حتى تصبح ثورات مضادة، وبالتالي يجب ناخذها بكل حذر مسألة التعويضات. هذاك علاش اليوم مسألة التعويضات أنا حسب رأيي هي آخر مرحلة في مرحلة العدالة الانتقالية، تكون مدروسة إلى أبعد حد بدون أن نمسوا من معناتها التوازنات الاقتصادية اللي عندنا، بدون أنه تسبب في أي مشاكل حتى اجتماعية وفي رابطة اجتماعية، ونجموا نقاو حلول أخرى لمعناتها التعويض المساجين السياسيين أو عائلاتهم. نجم نقول لك أنا اللي ما قراش نجم الدولة تتكفل له بالقراية بتاعه، اللي معناتها ولده ما خدمش، فإنه الدولة تعمل المستحيل من أجل أنه تشغله ابنه أو تشغله هو عن طريق قوانين جديدة يقع سنها في القريب. محمود، معناها حسب ما فهمنا النقاشات اليوم توقفت،
معناها في المجلس التأسيسي ما فماش ما تقدمتش بال شنو اللي فسر التخوف نتاع الشارع اللي نعرفوا اللي الشارع في وقت من الاوقات تحرك على المساله هذه ومن بعد الشارع تنسى وما عادتش معناها داكتواليتي واليوم الشارع يرجع ويقف قدام المجلس التأسيسي ويتظاهر ويعمل وقفات احتجاجيه. هل انه فما كلك بار سياسه جس النبض نتاع الشارع معناها تجاه مواضيع معينه؟ هو اللي صار انه وقت اللي يخرج السيد وزير الماليه يقول راهو من سبب الخروج نتاعي هي مساله التعويضات هذه. تاري معناتها هي المساله عاودت تفجرت من جديد لانه هي في بعض الاوقات كانت رقدت المساله وما عاودناش بدنا عليها لانه كنا نصوروا اللي ماهوش وقتها وماهوش توا باش نطرقوا الموضوع هذا. وقاع وزير الماليه بعد ما الاستقاله نتاعو بعد ما قدم الاستقاله نتاعو تطرق للمساله اللي هي مساله حساسه لانه التوانسه الكل يعرفوا الوضع الاقتصادي اليوم في تونس ويعرفوا شنو تعني تونس وبالتالي فانه المساله هذه بالذات ممكن تزيد تحرك فيهم الحالة متاع الغضب اللي هما عايشينها اللي اليوم قمنا بثورة من أجل معناتها مكافحة البطالة ما صار حتى شيء إنه اليوم مسائل هامة الماء والضوء اللي كنا نتصوروا إنه هما من المكتسبات بتاعنا واللي هما حتى لو كان جات ثورة ما يتمسوش تمسوا إنه اليوم فما استهزاء كامل بالمؤسسات متاع الدولة إنه اليوم السلطة التنفيذية قاعدة تحاول تتغول على كل مؤسسات الدولة دون استشارة الرأي العام ودون حتى استشارة السلطة الأصلية المنتخبة في البلاد وهي المجلس التأسيسي. فإنه ذي خلق حالة من الغضب والاحتقان. تزيد عليها مسألة العفو والتشريع العام وتعويض للمتمتعين بالعفو والتشريع العام فإنه مسألة بالنسبة لبرشا عباد زادت على الحد وبالتالي فإنه لابد أنه ناخذوها بعين الاعتبار. معناتها هذه المسألة كيفاش يشوفوها بعض التوانسة اليوم هبطوا للشارع معناتها باش يعبروا على حالة الغضب نتاعهم. نتصور اللي تسمع صوتهم لانه راهو الشارع نتاعنا الاصلي ماهوش كان الشارع اللي راهو فيه قدام المجلس التأسيسي لا هو ما يدور على صفحات الفيسبوك هو ما يدور على صفحات المواقع الالكترونيه هو ما يتداول من مقالات فيما يخص الموضوع هذا وبالتالي راهو ما نقيسوش على اللي قاعد صاير برا انه مظاهره مليونيه ولا فيها الاف لا احنا اليوم تبدلت المعطيات واصبحت المظاهرات الافتراضيه والانتقاد الافتراضي للسياسات المنتهجة اليوم هي اللي تخلي التوانسة يعرفوا مدى تقبلهم للي قاعد يصير في البلاد. محمود كان ننتقل شوية من موضوع التعويض للمساجين السياسيين وغيره نمشيو أكثر للموضوع اللي هو عمل بوليميك كبيرة في تونس اللي هو التصويت على تعيين محافظ بنك مركزي جديد اللي هو شادي العياري. بعض الملاحظين يقولوا أنه نواب الشعب اللي انتخبهم الشعب باش ينوبوه لكتاب الدستور اذا كان نوصلوا في وقت من الاوقات نسمعوا سي صاحبي عتيق معناتها يحكي يقول تفرش تبارك الله قداش موجودين معناها الفوت راهو ماشي لينا نحن. هل هذا يعكس انه لهنا قاعدين نصوتوا باسم احزاب مش باسم مواطنين او نجموش نعملوا عليه المجلس التاسيسي هذا باش نصيغوا دستور يعكس حقيقه الشعب التونسي ويعكس حقيقة إرادة الشعب التونسي؟ وهل النواب هذوما هما نواب الأحزاب أم نواب للشعب؟ على جميع التساؤلات هذه نحبك تلخصها في رؤيتك أنت للمجلس التأسيسي اليوم والنواب شكون يمثلوا بالضبط؟ هو في الأصل نائب كل نائب هو يمثل الشعب التونسي ويمثل أو يمثل جزء من الشعب التونسي اللي التونسي اللي يرى فيه روحه. اليوم مع الأسف أصبحت الولاءات الحزبية أكثر والتصويت حسب الولاءات الحزبية أكثر من التصويت حسب القناعات الشخصية والقناعات الفكرية متاعه الشخص وبالتالي فإنه بعض الأشخاص بعض النواب يعتقدوا أنه الماكينة متاع الأغلبية هي اللي قادرة تسحق كل شيء وان هي قادرة تمرر الأشياء اللي تحب عليها ولكن نقولوا راهو بعد الماكينة بتاع الأغلبية هذه لابد أنها تعدل لأنه احنا قادمين على الدستور قادمين على التصويت على الدستور قادمين على التصويت على الدستور بثلثي أعضاء المجلس التأسيسي وليس بالأغلبية معناتها وبالتالي فإنه اليوم اللي يعتقد أنه هو يمثل الأغلبية اليوم في تونس وأنه هو يمثل الشعب التونسي ككل فهو واهب لأنه فما حتى حد يمثل الشعب التونسي وينجم يمثل جزء من الشعب التونسي في العالم الكل يقولوا اللي يراه النائب هو يمثل الشعب ولكن هو حقيقة يمثل جزء من الشعب وكل من يعتقد أنه بمنطقة الأغلبية ممكن أنه يمرر
اللي يحب عليه هذا ما عادش مقبول، لأنه رينا حتى وقت اللي تعين السيد شادي العياري كانت الانتقادات واضحة، وترويكا عانيت الكثير من تعين الشادي العياري، وبالتالي فإنه حتى منطقة الأغلبية إن كنت تستطيع أن تمرر شيء في المجلس التأسيسي فإنك مش ممكن تمرره على 10 ملايين، لأنه البرة فما 10 ملايين، الداخل احنا 217 مثل الشعب التونسي، ولكن البرة فما 10 ملايين، إذا عديتها على 217 فمش ممكن أنك تعديها على 10 ملايين، وبالتالي فإنه هذه يلزمنا ناخذ حذرنا منه الى ابعد درجه. محمود اليوم قاعدين نصيغوا في دستور، ومعناتها فما حديث طويل يدور على التوطئه وما توصلت ليه معناتها لجنه صياغه التوطئه، فما مشكله اخرى تشغل بال التوانسه اليوم في تونس. حاليا عندنا زوز مساجين على خلفيه الالحاد، معناتها تحكموا ب7 سنين، منهم شكون قاعد يعدي فتره العقوبه، ومنهم شكون طلب لجوء سياسي في رومانيا. عدنا مقاهي قاعدة تتغلق في رمضان، عدنا حريات مهددة كل يوم، عدنا مواطنين خايفين على حريتهم بعد 14 جانفي. محمود بارودي كان في المجلس التأسيسي في الموضوع هذا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، شنو تنجم تطمننا ولا شنو تنجم توعد تونس؟ أنا نتصور اللي في مسألة الحقوق والحريات هي جزء لا يتجزأ من إرساء المنظومة الديمقراطية ومن المنظومة الديمقراطية، وبالتالي الحقوق والحريات ما يكونش فيهم استثناءات، لأنه احنا وقت اللي يقولوا ما يهدد الأمن العام أو ما يمس بالأخلاق الحميدة هي مسألة الحد من الحريات. اليوم احنا الهدف متاعنا أنه الحريات تكون مطلقة اليوم في تونس، هذا هو أنه كل واحد يمارس الحرية متاعه كما هو يراه. أنا حسب رأيي مسألة غلق المقاهي في شهر رمضان هي مسألة مخترة، لأنه إذا نتجاوزوا مسألة الإغلاق فهي الإغلاق بالإكراه، لأنه اليوم ما نجموش نمنع أي شخص من أنه يمارس العقائد الدينية اللي احنا نمارسها. أنا مثلا نصيم في رمضان، ولكن نحترم الشخص اللي يقول لك أنا مثلا عندي حريتي الشخصية ونعمل اش نحب، ما نجيش نمنعه. اليوم احنا نحب نبنيه بلاد متاع ديمقراطية، بلاد متاع حريات، ما يجيش شخص يفرض علي بالقوة أني نصوم، وما يجيش شخص يفرض علي بالقوة أني نفطر، معناتها هذية راو هذية شيء مرفوض. هذية من الأول راو تبدأ هكا، من الأول تبدأ بغلق بعض المقاهي، وبعد ممكن تتحول حتى إلى الجماعات تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي فإنه التحول هذية هو هذية الاختر، إنه بشوية بشوية كل مرة نزيدوا عقيدة. اليوم سكرنا القهاوي والعبيد ما 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 تكلمتش على بيد موافقة عام الجاي معناتها نعملوا تيست متاع العبيد اللي تصوم، بربي حل لسانك صايم ولا ماكش صايم انت، معناتها سي 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 وبشويه بشويه وبشويه بشويه. بالتالي فانه مساله الحريات انا حسب رايي هي مطلقه، وكل استثناء هو ممكن انه يحد من الحريه لابد انه نوضحوه، معناتها توضيح ما فيهش لبس، لانه المساس بالاخلاق الحميده شنو المساس بالاخلاق؟ شو مش قولي معروف ومصالح قانوني معروف، نقول لك احنا في العهد البائد كان معروف كان المساس بالاخلاق الحميده، ولكن توا ما المساس بالاخلاق الحميده يلزمنا نعرفه، الامن العام المساس بالامن العام يلزمنا نعرفه. انا حسب رايي بوبليسيتي في الشارع ما تمسش بالامن العام وما تمسش بالاخلاق الحميده، معناتها هذايا راهو مساله مهمه يلزمنا نوضحوها، لانه اذا باش نخليوها راهو ممكن تصير عليها تراكمات بعد. محمود اليوم فما جدل زاد، فما برشا تساؤلات قاعدة تطرح على شكل النظام في تونس، انت من موقعك شنو تشوفوا النظام الامثل؟ والنقاش هذا في المجلس التأسيسي حاليا الكفة اللي شكون مايلة معنا هو محاولة تقزيم دور رئاسة الجمهورية، هي مسألة معناتها مسبقة، وهي نية مسبقة من اجل الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية، من اجل ايهام الشعب انه رئاسة الجمهورية هي مجرد دور سوري، وانه صلاحيات رئيس الجمهورية هي مسألة سورية، وباش نخرجوا من مسألة التغول الرئاسي اللي عشناه قبل في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، فانه لابد انه نشوفوا نظام سياسي واحد اخر. هذه اشياء مغلوطة، لانه اليوم التوانسة الكل تعرف اللي راهو اللي كنا نعيشوا فيه ماهوش نظام رئاسي، لانه تشوفوا كيفاش رئيس الدولة كان يحتكر كل السلطات بيده هو، فإنه هذي نظام رئاسوي وليس بنظام رئاسي، هذي نظام رئاسوي، وبالتالي فإنه الفرق بين نظام رئاسي ونظام رئاسوي يخلي التوانسة
يفرقوا بين الأنظمة السياسية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى التوانسة راهم عندهم في قناعاتهم أنهم هما يحبوا ينتخبوا انتخاب مباشر الرئيس نتاعهم. هذه مسألة مهمة، أنه الرئيس لابد أن تكون عنده صلاحيات. علاش؟ يقول لك أنا ما عادش نحب اليوم في تونس صلاحيات بيد شخص واحد، بيد رئيس السلطة التنفيذية رئيس الحكومة، وإلا بيد رئيس الجمهورية. لابد أن تكون السلطات متوازنة بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي التوازن هذية ينجم يخلق نوع من الطمأنينة بالنسبة للتوانسة، يعرفوا اللي ما فماش شخص باش يستبد بالرأي ولا باش يحاول يتغول مقارنة بشخص واحد آخر. وبالتالي فإنه الصلوحيات لابد أنها تكون متوازنة، أنه نعطيه لرئيس الجمهورية المكانة اللي يستحقها ولرئيس الحكومة المكانة اللي يستحقها، وبالتالي نحافظوا على الاستقرار السياسي اللي في تونس. اليوم يتخيلوا بعض الدخيين أنه يقولوا اللي بعض الأنظمة البرلمانية هي أكثر ديمقراطية، وهي ولكن نقولوا احنا ما نشكوش في ديمقراطية الأنظمة البرلمانية، ولكن نحكيهم من مبدأ الاستقرار. كي نشوفوا إيطاليا كيف التقلبات اللي تصير في الحكومات متاعها، هاي سقطت حكومة وجات حكومة، هذه نتيجة النظام البرلماني، وهذه بلدان عندها راو سنوات من الديمقراطية، معناتها مئات السنوات من الديمقراطية. احنا فما بالك احنا مزلنا عنا عامين من اللي عملنا ثورة، ومازلنا نبنيه في النظام الديمقراطي، باش نحط نظام سياسي ممكن انه يكون ديمقراطي، هذا صحيح، ولكن ممكن انه ما يكونش مستقر اذا ما فماش مؤسسات الدولة، اذا ما فماش مؤسسات تكون راكزة في البلاد. لانه اليوم وقتاش نقولوا اللي عنا بنينا ديمقراطية، وقت اللي نبنيه منظومة الحريات والحقوق، وقت اللي نبنيه مؤسسات الدولة الديمقراطية. اليوم مع الأسف مازالت ما عندناش مؤسسات. وقت اللي نبنيه المؤسسات، وقت اللي نتقدموا في الديمقراطية بتاعنا ونبنيه المنظومة الديمقراطية بتاعنا، وقتها نجم نحكيه على أنه النظام البرلماني ممكن ينجم يمثل مرحلة أخرى من مراحل الانتقال الديمقراطي في البلاد، وممكن أنه يساهم في أكثر. ولكن توا مسألة الاستقرار هي مسألة هامة، والنظام البرلماني حسب رأيي ما يساهمش في الاستقرار هذا. محمود البارودي، باش نختمه، من الديمقراطي التقدمي إلى التيار الإصلاحي، نعرفه حتى في تصريحاتك قبل أنك مع أنه الأحزاب تتلم، مع أنه تتشكل قوة معناها وسطية ديمقراطية. من هنا الانتخابات الجاية، التيار الإصلاحي شنو مستقبل السياسي؟ والله هو الهدف متاعنا انه احنا الهيكلة متاعنا تكون واضحة. ساعة نتهيكلوا احنا تيار ونيان كورون، حتى التو ماذا بينا الهيكلة متاعنا تكون واضحة، وان شاء الله باش في المؤتمر متاعنا باش نحدوا الخط السياسي متاعنا في المؤتمر في سبتمبر ان شاء الله على قريب، باش نحدوا الخط السياسي متاعنا وشنو مسألة التحالفات. احنا نمنو اللي اليوم لابد من تحالفات كبيرة، تحالفات كبيرة وقادرة أنها تلم التوانسة. التحالفات هذية يلزمها تكون مبنية على أسس صحيحة، ما تجيش تحالفات فوقية، ما تجيش معناتها قرارات فوقية، لأنه رينا في بعض التحالفات الأخرى كما اللي صار اليوم أنه القرارات تجي فوقية بدون الرجوع إلى المناضلين والمؤخرتين، وبالتالي هذية ما تكونش ناجحة في معظم الأحيان. احنا نحب نشكل المؤتمر بتاعنا، بعد تشكيل المؤتمر الخط السياسي نوضحوه، وإذا اتضح الخط السياسي فإنه باش تضح الاتجاه متاعنا فين باش يكون اليوم، باش نكونوا مع أي طرف حلفاء. وبالتالي أنا حسب رأيي التحالف وارد. احنا اليوم نحاولوا نلموا من العباد اللي في الوسط معانا، بالحق الخط الثالث اللي الخط اللي يحقق أهداف الثورة، هذا هو. لأنه اليوم التجاذبات حسب رأيي والاستقطاب في تونس لابد أنه يصير مش على خاطر التنافي مع الآخر، ولا أننا فيه من أجل تحقيق أهداف الثورة. إذا حققنا أهداف الثورة فهذاك هو المطموح، والاستقطاب ما يصير كان على تحقيق أهداف الثورة. واللي باش يلتزم انه باش يحقق اهداف الثوره فاحنا رانا باش نمشيو معاه، هذا هو. ووقت اللي تكون التوجهات والتصورات نتاعو واضحه احنا باش نمشيو معاه، وهذا هو اللي نحبوه ان شاء الله لبلادنا. التيار الاصلاحي ونداء تونس مازال ما فما حد شيء، مازال ما فما حد شيء. احنا نتفاوضوا مع الاطراف السياسيه الكل، هاني قلت لك احنا اللي باش يحقق اهداف الثوره احنا رانا معاه. احنا الراو اللي ممكن المشكل الوحيد في نداء تونس انه ممكن يكون فرصة او واجهة لعودة ما كانوا سبب في القمع وفي الاضطهاد وفي الظلم لمدة عشرات السنوات، واحنا ذي شيء ما نجموش نقبلوه على رواحنا. وبالتالي فانه لابد
على نداء تونس انه يوضح الخيارات نتاعو، انه يلتزم انه الحزب ماهوش باش يكون الواجهه لعوده التجمعيين اللي تسبوا في القمع وفي التعذيب وفي الاستبداد وفي الفساد المالي والاداري والاخلاقي للتواسه الكل. وبالتالي فانه احنا ما عندناش مشكله، احنا نداء تونس هو حزب سياسي واي حزب سياسي واحد اخر انه يلتزم ويكون عنده الضوابط نتاعو واضحه وظاهره وصادقه، راهو احنا ما عندناش معها حتى مشكله.